يتواصل ويتجول المايك بين الزملاء المعلقين. متواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه انطلاقتنا التاسعة ضمن انطلاقات الخير والمحبة في هذا اليوم، وضمن منافسات وتحديات مرحلتنا الأولى من هذا المحلي الرابع. ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط ومقدمة هذا المسار، الظبي العبيد بن سلطان بن علي الكتبي مع صدارة المركز الأول، بينما تليها على المركز الثاني. بنت المري تحتل المركز الثاني، لمسفر بن سفران المري من تتواجد على المركز الثاني، غيرت واحتلت المركز الأول، بينما تليها على المركز الثالث. أم خوفة تحتل المركز الثالث، لصالح بن حمد القمر المري من تحتل المركز الثالث بتضمير حمد بن محمد بن جهويل المري. نقلتنا والدور مع المركز الرابع، من تحتل المركز الرابع من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواجد شفرة عود ملكيتها لعبد الهادي بن سيف الخياريم من تتواجد على المركز الرابع، وهنا على المركز الخامس الوصول والقدوم على المركز الخامس اللي غيرت هناك من الجانب الأيمن، دخول قوي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع المركز الخامس ونتابع من تتواجد على المركز الخامس، هنا التدخل والدخول هنا من شواهين لغانم بن حميد بن عبيد النعيمي، وعلى المركز الخامس الدخول في هذه اللحظات من قبل جبارة راشد بن صالح بن حبونة المري. هذه نتيجتنا، كذلك تدخل جديد وقوي من بيان لسعيد بن حمد العويسي من تدخلت واحتلت المركز الرابع. هذه النتيجة ودخول قوي مشاهدين الكرام، وتقير وتغيير في هنا في المراكز من لحظة إلى لحظة. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى شعار عبيد بن سلطان بن علي يكتبي مع الظبي. الظبي 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 مع الصدارة، الظبي مع المقدمة ومع المسار الأول ومع مقدمة هذا الشوط. هذه الظبي عبيد بن سلطان بن علي الكتبي مع المركز الأول، تليها على المركز الثاني شواهين قانم بن أحمد بن عبيد النعيمي، وعلى المركز الثالث هناك من الجانب الأيمن جبارة راشد بن صالح بن حبونة المري، وعلى المركز الرابع اللي تراجعت إلى المركز الثالث التواجد هنا من بيان سعيد بن حمد العويسي، وعلى المركز الرابع هنا يتواجد هنا تتواجد الحذرة بريك بن سعيد بن العرج المري، وعلى المركز الخامس القدوم والوصول في هذه اللحظات من وصايف عبد العزيز بن عبد الله بن ملهيه المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتجاوز صالة المقادرين والكيلو الأخير مشاهدينا الكرام. هنا المقدمة والصدارة مع شعار عبيد بن سلطان بن علي الكتبي مع الظبي ومع انطلاق علاقة الظبي. يا سلام، الله الله الله، هذه الظبي مشاهدين الكرام مع الصدارة ومع المقدمة، ولكن الحذرة الله، هي الحذرة حذاري من الحذرة وحذاري من انطلاقات الحذرة. بريك بن سعيد بالعرج المري مع الحذرة، يا سلام، قيرت الحذرة، قيرت المسار، قيرت صدارة هذا الشوط، انتقلت بدورها إلى المركز الأول. هذه الحذرة تعود ملكيتها لبريك بن سعيد بالعرج المري، هذه من غيرت مشاهدين الكرام، ولكن الوضع ما يطمن يا بالعرج، الوضع خطير للغاية. يا سلام، عادت الظبي مرة أخرى، الظبي والحذرة لازالت، والظبي هناك من الجانب الأيمن، الحذرة والظبي، الظبي والحذرة لمن الناموس. يا الحذرة، الظبي الحذرة مع الناموس، الظبي الأغرب، ولكن الحذرة مشاهدين الكرام هي صاحبة الكلمة. تهانينا لمالك الحذرة مشاهدينا الكرام، مبروك بن سعيد بالعرج المري المركز الثاني، فوصلت على المركز الثاني جبارة، المركز الثاني وصلت الظبي العبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، أما المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث جبارة لراشد بن صالح بن حبونة المري، المركز الرابع
تصل بيان لسعيد بن حمد العويسي المركز الخامس. وصلت سيوف لسيف بن محمد بن زايد الخيري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الحذرة وانتزاعها لناموس هذا الشوط ودخولها القوي وتجاوزها عند 800 متر الأخيرة واستلامها مقدمة هذا الشوط حتى خط النهاية. هذه لحظة وصولها قاطعة المسافة 3 كيلومتر في زمن وقدرها 4 دقائق 32 ثانية 98 جزءا من الثانية. الثانية نوصلها لمالك الحذرة بريك بن سعيد بن لعرج المريم المركز الثاني فوصلت فيه الضبي 4 دقائق 33 ثانية 44 جزء من الثانية. عبيد بن سلطان بن علي الكتبين وهنيه. أما المركز الثالث وصلت على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام جبارة تصل على المركز الثالث 4 دقائق 38 ثانية 16 جزءا من الثانية. راشد بن صالح بن حبونة المري نتقدم له بالتهنئة على هذا الناموس.